في جامعة ولاية ميتشيغان سنة 1944 بدأ العمل بأول برنامج علاج موسيقي للجنود الذين أصيبوا جسدياً ونفسياً خلال الحرب العالمية. لكن ما لا يعلمه الكثيرون هو أن المسلمين كانوا يعالجون مرضاهم بالموسيقى منذ القرن العاشر للميلاد. أنشأ المسلمون في عصر الخلافة العباسية مستشفيات عديدة متخصصة في العلاج الموسيقي أو ما يسمى بالبيمارستانات، مثل بيمارستان النوري بدمشق وبيمارستان ألوون بالقاهرة. وكان المريض يوضع قرب مجرى ماء ليستمع إلى خرير المياه والأصوات الموجودة في الطبيعة لتخفيف آلامه. وقسم الفيلسوف يعقوب الكندي النغمات والأوتار والإيقاعات وفقاً لتأثيرها على أعضاء الجسم، ووضح أنها تقوي المرارة الصفراء وتذيب البلغم وتلطف الدم. وفي كتابه القانون في الطب بيّن ابن سينا قدرة الموسيقى على علاج ما يصيب النفس والعقل، فالموسيقى تشغل المريض عن الفراغ والتفكير المبالغ فيه. في عام 2014 أظهرت دراسة أجراها باحثون إيرلنديون أن العلاج بالموسيقى يخفف من الاكتئاب ويعزز من ثقة المرء بنفسه، وهذا ما يبرز مدى تطور الحضارة العربية الإسلامية في عصرها الذهبي وتميز علمائها وشمولية منظومتهم المعرفية.